سنوات عجاف كانت قاسية على آلاف العراقيين الذين تجرعوا مشكلة طالت وطال بفعلها الظلم بحق كثيرين منهم حيث كان السجن مصيرهم تشابه الأسماء المشكلة التي أصدر العراق سابقا لحلها بطاقة موحدة لجميع العراقيين لتقلل حالات التزوير والتلاعب التي تحدث في الوثائق ومنها تشابه الأسماء لكن التشابه كان فاعلا مؤذيا ظالما لكثيرين سيما عند التدقيق على الاسم الثلاثي دون التأكد من وجود تشابه ما اليوم وبعد انتظار لقرار إن ينهي معاناة الألاف من المواطنين كان القرار الذي حسم به القضاء مسألة تشابه عنوان البشرة الذي جاء بتوجيه تدقيق الأسماء الكاملة في مذكرات القبض والتأكد من دقة المعلومات اين القضاء اوجه بعدم جواز تنفيذ مذكرات القبض غير المستوفيه للاسم الكامل والبيانات القانونيه وبحسب وثيقه موجهه من رئيس مجلس القضاء فاق زيدان الى الادعاء العام ومحاكم الاستئناف ولتلافي حالات التوقيف لمجرد الاشتباه بالاسم وما يسببه ذلك من ضرر مادي ومعنوي لمن يتم توقيفه فانه تم التوجيه بعدم جواز تنفيذ مذكرات القبض غير مستوفيه الاسم الكامل او البيانات التي اوجب القانون توفرها في مذكره القبض المنصوص عليها في الماده الثالثه والتسعين من قانون اصول المحاكمات الجزائيه وهو ما يضع حلا لظلم وقع على العديد من العراقيين بسبب تشابه الاسماء او بحجته